قطاري الصغير راح يلف فيني مدينة جنيف، ثاني أكبر المدن السويسرية مساحة بعد العاصمة بيرن. الناس في مدينة جنيف واللي يصل عددهم إلى 182 ألف نسمة يأتون من كل بقاع الأرض. فهذه المدينة لا يقتصر سكانها على السويسريين فقط، وإنما فيها عدد كبير جداً من الجاليات، حتى أن الواحد يظن نفسه أحياناً أنه في مدينة غير أوروبية. تخيلوا أن 54% من سكان جنيف يحملون جنسيتين، الجنسية الأولى سويسرية والثانية قد تكون تابعة لأي بلد في العالم. طبعاً اتخاذ سويسرا لموقف الحياد في جميع النزاعات العالمية ساهم في ازدهار بنوكها ومؤسساتها المالية، فالمصارف السويسرية من أأمن المصارف في العالم وتوفر فرص عمل ذهبية للراغبين في العمل فيها، لذلك نزح عليها الآلاف من مختلف البلدان للعمل في مدنها وبالأخص للعمل في جنيف. أوه، نسيت أقول لكم شيء، فرانكو نص سويسري يساوي يورو واحد. الآيس كريم اللي خذيته سعره 5 فرنكات، سووا الحسبة بروحكم. أهم ما يميز جنيف المدينة هو احتضانها للعديد من المنظمات العالمية، مثل منظمة العمال الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الاتصالات العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. أبرز معلم سياحي قد تجدونه في جنيف هو الجادو، وهي طبعاً نافورة ماء يصل ارتفاعها إلى 140 متر، وفيها ضخ للماء يصل إلى 500 لتر في الثانية، وأيضاً هناك سرعتها اللي تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة. معلم سياحي بارز، وجنيف معروفة أنها هي صاحبة أطول نافورة في سويسرا. تحتضن جنيف العديد من المنظمات العالمية، وأبرزها المقر الأوروبي للأمم المتحدة. طبعاً هذا المقر كان أساساً مقراً لعصبة الأمم المنظمة العالمية السابقة، وفي عام 1946 تحول هذا المبنى الكبير والضخم جداً إلى مبنى للأمم المتحدة، قدمته هدية مدينة جنيف إلى العالم كله. وطبعاً هاي علمنا، شوفوا يرفرف فوق، وإحنا الآن موجودين في بداية المبنى وفي الممر اللي يوصل إلى المقر الرئيسي. طبعاً احنا الآن في داخل قاعة الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في جنيف. القاعة كبيرة جداً، وفي مختلف دول العالم يعني الأسماء موجودة على الطاولات. دورت اسم البحرين مو موجود، يمكن الاجتماع الحالي ما في الدول العربية، بس أكيد يعني إذا في اجتماع تحضره البحرين أو من يمثل البحرين لازم يكون في الاسم موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا، نحييكم من مقر الأمم المتحدة بجنيف في أوروبا.
طبعا احنا الان في اكبر قاعه اجتماعات في هذا المقر، يضم او تضم هذه القاعه 2000 كرسي و2000 شخص يقدر يحضر اجتماعات هذه القاعه. طبعا في مكان مخصص للصحفيين فوق على المنصه، وفي ايضا فاسيليتيز كثيره، الميكروفونز اللي يقدر الواحد يتكلم من اي موقع من هذه الصاله. جولات توضيحية وتثقيفية موجودة دائما في مقر الأمم المتحدة للزوار، يعني على يميني في أشخاص الآن يأخذون معلومات في خلال هذه الجولة عن هذه الصالة الكبيرة، وأيضا كان في ناس على يساري الحين مشوا ما أدري وين راحوا. عموما فهذه هو الجو العام الموجود هنا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، في طبعا سويسرا. مثل ما قلنا المقر كبير جدا ومميز. نحاول نشتري تذاكر حق الكروز اللي بتودينا في البحيرة، تسلانش كروز للغداء، راح نتجول فيها في بحيرة جنيف. بس أسعار التذاكر شوي مرتفعة. نتكلم عن حوالي 51 يورو للفرد الشخص الواحد. قدامي أمريكان فالعملية تطول دائما. لازم يقعد ويسولف ويضحك مع خلصني. وصل طبعا الى مطعم السفينه، وهي كروز يتجول في بحيره جنيف. تاخذك الكروز هذه لمده ساعه ونص، تعرف فيها على المباني المطله على البحيره. كنا بنشوف الجدو، بس الجدو طبعا وقفوه الان لان في مطر، واحنا كنا المفروض نكون شوي برا بس المطر شوي اثر علينا، لكن عموما ممكن بعد شوي نطلع فوق ونشوف المناظر من برا. مع البحر لازم حركة التايتانيك. طبعا رحلتنا في اللانش كروز من بحيرة جنيف تراوينا الكثير من معالم مدينة جنيف اللي تطل على البحيرة. عموما بشكل عام يعني هذه المدينة حجمها لا يتجاوز 15 كيلومتر مربع، لكن كانتون جنيف، جنيف الأكبر، حوالي حجمها 282 كيلومتر مربع. وإحنا جايين وراجعين إلى محل مرسى السفينة، نقدر نشوف الآن مبنى الأمم المتحدة. إحنا كنا فيه اليوم الصبح وصورنا داخله، والآن نشوفه من الخارج. وأيضا الكثير من المباني في هذه المدينة. بشكل عام مع رذاذ الماي، مع الجو المنعش، هذه الرحلة من أحلى الرحلات اللي الواحد يقدر ياخذها وهو في جنيف. وصلنا إلى طبعا مركز التسوق في جنيف، وهو الشارع اللي صاير خلف بحيرة جنيف.
الناس كلهم في الخارج يتمشون ويتسوقون ويتبضعون. طبعا مثل ما قلنا السويسريين عندهم القدره الماليه انهم يتشرون ويتسوقون. لكن في ايضا معلومه اخرى الترام مر علينا. في معلومه اخرى وهي معلومه تخص التكوين السكاني الموجود في جنيف. ثلث القاطنين في جنيف ليسوا سويسريين، وانما هم من جنسيات مختلفه، يعني جاءوا من مختلف انحاء العالم، لان احنا نعرف ان جنيف فيها الكثير من المنظمات العالميه. ولذلك طبعا هذه المنظمات العالميه تجلب الناس اليها على اساس انهم يشتغلون فيها. فنجد ان اللغه ايضا المستخدمه هني مو بشرط تكون الفرنسيه، وانما قد تكون الايطاليه والالمانيه اي لغه اخرى. فالتخاطب يمكن يكون نوعا ما شوي صعب، بس الاغلبيه تجيد اللغه الانجليزيه. طبعا هذه هي خريطه مدينه جنيف، وفيها الخطوط اللي تبين مسار الترام. مدينة جنيف مثل ما قلنا هي مدينة صغيرة، يعني 15 كيلومتر مربع حجمها، فالتحرك فيها سهل. اللي عنده خريطة في يده ويقرأ اسم المكان يقدر يطابق الاسم بالاسم الموجود في اللستة هذه. هي طبعا صايرة بالأحرف A B C D، يعني متدرجة. ولكن المشكلة مثل ما قلنا هي في اللغة الفرنسية. اللي ما يجيد اللغة الفرنسية يمكن يجد صعوبة شوي في أن هو يطابق الأسماء والكلمات، لكن هي مسألة تعود، يعني يوم يومين مع اليوم الثالث أنا متأكد أن أغلبنا راح يقدر ياخذ الترام ويتجول فيه بسهولة في مدينة جنيف. طبعا اشهر ما في سويسرا هو الشوكولات وصناعه الساعات، بس الشوكولات ايضا معروف ودائما الناس تسال عن الشوكولات السويسري. الان احنا في مقهى يقدم الشوكولات وايضا يقدم القهوه، وهذه عاده موجوده في سويسرا. بس بتجول وبشوف شنو انواع الشوكولات اللي عندهم. بونجور مدام، فو بارلي انجلي؟ كم سي كم سا ها؟ Well, tell me about the chocolates. So what kind of chocolates do you have? By dark or milk? Both, for example. Both. Yes. This one has 80% of cacao. This one is 80% of cacao? Okay. Yes. Can I see it, please? All right. This is 80% of cacao? Yes. Okay. What else? You have this with lavender. Mm-hmm. This dark chocolate with lavender. Okay. Okay. Uh-huh. Both of them are dark, huh? Yes, both is dark. Okay. After you have this with almond. Mm-hmm. With dark almond. With almond, huh? Okay. This is with almond. Okay. Show me the other this. Things. Okay. We'll go to the other part. This is coffee. Chocolate coffee. Okay. 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 You have this with biscuits. Wow. Okay. Okay. Mm-hmm. Yes. Bitter chocolate, you prefer dark chocolate bitter. Okay. Mm-hmm. This is cognac. Cognac, okay. Dark chocolate cognac. All right. Lovely. And this flat milk chocolate. Wow. Okay. Okay. This is white chocolate with nougatine and orange peel. Dark chocolate with cacao bean. Milk chocolate with nuts. And that chocolate with nuts. It's for 100 grams is 100 francs. No, I'm sorry, for 1 kilo is 100 francs. من
عادة السويسريين انهم ياخذون طبعا القهوة المرة وهي الاسبريسو مع الشوكولات، ومن المعروف انه من ارقى وافخر انواع الشوكولات في العالم هو الشوكولات السويسري. الناس تزور سويسرا خصيصا عشان تتذوق الشوكولات السويسري، وانا طبعا تذوقت الكثير في جولتي في بداية المحل، لكن راح اذوق اكثر لانه لذيذ بمعنى الكلمة. هذه مع داخل جلي هاي بروحها فيها 12 كيلو. يا الله هاي بزيد 10 كيلو. واو. من حسن حظنا ان احنا حصلنا على موعد مع بي اي جي على اساس نشوف عمليه تصنيع افخر الساعات السويسريه. كان يا مكان في قديم الزمان، وتحديدا في عام 1874 ميلاديه، كان في شاب صغير اسمه جورج إدوارد بياجي. كان هذا الشاب يعيش في قرية سويسرية صغيرة، وكان عادة في فصل الشتاء يجلس مع أفراد عائلته ويمارسون هواية كان يمارسها أغلب سكان قريته، وهي تركيب عقارب للساعات. طور جورج بياجي من مهارته وأصبح أكثر من يجيد فن صناعة الساعات. مع مرور الأيام قرر الشاب فتح ورشة للساعات، واللي سرعان ما تحولت إلى مصنع كبير كان الأول في قريته. تطور المشروع ومرت أجيال وأجيال تعمل في مصنع بياجي للساعات السويسرية، وأصبحت ساعة بياجي معروفة بدقة حركتها الميكانيكية وروعة تصاميمها، مما جعلها حلم لمحبي الساعات، خاصة وأن أسعارها تقارب حدود السماء. طبعا بشكل متواصل وبعمل فيه الكثير من الجهد والمثابرة والصمت والتركيز، يقوم العاملون في مصنع بياجي بتركيب الساعات الفاخرة. يعني احنا اول ما دخلنا الى المصنع استغربنا بان هناك الكثير من الحرص على النظافة، هناك الكثير من الحرص على الدقة. العامل في المصنع يجب ان يكون لابس الكوت الابيض، ودائما يحافظ على نظافة قدميه من خلال لبس ايضا الكيس البلاستيكي على القدم، إضافة إلى ذلك تنظيف الأيادي. والساعة يقال أنها تستغرق أكثر من أسبوع من العمل، فهي فترة طويلة جدا لصنع ساعة فاخرة مثل بياجي. أبرز ما في سويسرا في هذه المنطقة هي مزارع العنب، طبعا مزروعة على هضبة الجبل الموجودين احنا فيه. احنا سافرنا من جنيفا على مسافة 150 كيلومتر جنوب غرب المدينة، ووصلنا إلى منطقة بالقرب من الحدود الإيطالية، وأيضا بالقرب من قمم جبال الألب. طبعا في المنطقة هذه اسمها مدينة مارتيني، وهي مدينة مبنية وسط أودية تحيط بها الجبال من كل صوب. لكن طبعا مثل ما انتم شايفين جمال الطبيعة الأوروبية وجمال الطبيعة الجبلية أساسا اللي موجودة في سويسرا، البيوت الصغيرة، المزارع المقسمة،
الغيوم اللي تغطي الآن الجبال مع الثلج اللي ينازل، احنا معنا في شهر مي لكن في 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 ثلج موجود على قمة الجبال. احنا امس كان يعني كان في مطر عندنا فمن كذي صار في ثلج، لكن المنظر مثل ما انتم شايفينه خلاب وجذاب جدا. قد تكون جنيف مقصد الكثير من السياح ومحبي السفر، لكن من المؤكد أن البقاء في حدود المدينة الصغيرة دون التفكير في زيارة الجبال والطبيعة السويسرية خارج المدينة يقلل كثيرا من متعة السفر، ويحصر الإنسان في شوارع ضيقة ومباني حديثة قد تكون شوي كئيبة. فالقيام بجولة لمدة ساعات إلى جبال الألب أمر لابد من القيام به، فهذه الجبال معجزة ربانية تأسر الفؤاد والعقل وتجعل الإنسان يتأمل عظمة الخالق. البقرات الجميلات في جبال الألب يخرعون، أي جميلات بعد. هلو، من جبال الألب أحييكم من منطقة فيربيا السويسرية، وأقول لكم أن أنا في أروع مكان زرته في حياتي، بين الثلج وبين الخضار. طبعاً الخضار صار له يعني فترة طويلة ما بين، لأن هناك في طبقة سميكة من الثلج تغطي هالجمال دي كله. الثلج كأنه مرشوش، كأنه سكر مرشوش على الأشجار الخضراء. رائع جداً المكان، من أحلى الأماكن في العالم. مع تساقط ثلج خفيف ومع هذا المنظر الطبيعي الخلاب ومع الجو العليل اللي احنا قاعدين نصور فيه الآن، أقدر أقول إن هذه رحلة عمر الإنسان يقوم فيها يمكن مرات قليلة في حياته. لكن أيضا المهم أن هناك في شاليهات موجودة على قمة هذا الجبل وأيضا محيطة بالمنطقة كلها، هي من أغلى الشاليهات الموجودة أصلا في سويسرا، يعني يسكنها الملوك والأمراء من العائلات المالكة في أوروبا. بس أيضا في يعني فنادق تقدم أسعار معقولة لمن يريد أن يأتي إلى هذه المنطقة ليلة أو ليلتين أو حتى يمكن 3 ليالي، في باكيجز معقولة. سألنا عن أسعارهم وكانت الأسعار جدا مناسبة، بس بالإمكان أن الواحد أيضا يستفسر أكثر إذا زار هذه المنطقة. هي منطقة فيربي موجودة في جبال الألب، لكن المهم أن المنظر اللي نشوفه الآن هو منظر مختلف تماما، ما نشوفه مثل ما قلت إلا في الأفلام. التمازج اللون الأخضر مع اللون الأبيض لون الثلج شيء حقا خيالي. منطقة فيربي تقع داخل الحدود السويسرية، وهناك مناطق أخرى قريبة منها في الطبيعة مثل شاموني الفرنسية، والتي تعتبر أيضا امتداد لسلسلة جبال الألب. فالواحد عنده الخيار، أما يكون في سويسرا أو يكون في فرنسا. يا ريت يصير عندي لو بيت صغيرون في هذا المكان. البرد وايد حلو والطبيعة ما في مثلها، يا ريت. وهاي كانت حلقتنا في جنيف وسويسرا، شكرا لمتابعتكم، نشوفكم في حلقات ثانيه.